يا مساء الحلاوة والجمال على كل مشاهدي الصحة والجمال، وحشتوني كتير كتير كتير. النهاردة راجعين لكم بحلقة جامدة جدا جدا، وحلقة مهمة بالذات للستات والبنات اللي بيتابعونا وبيشوفونا النهاردة، واللي كمان هيشوفونا لما الحلقة تنزل على اليوتيوب. حلقتنا النهاردة مهمة جدا لمين؟ للستات زي ما اتفقنا. ليه؟ لأن الست دايما حبيبتي حاسة ان هي مضغوطة ومتضايقة وعلى طول شايلة الهم. طب هي شايله الهم ليه وحاسه انها مضغوطه ليه؟ اكيد في اسباب كتير. طب ولو احنا عرفنا الاسباب كفايه؟ لا، احنا كمان محتاجين نعرف الحلول. طب نتعامل معاها ازاي؟ الست يا جماعه كائن عاطفي، يعني هي بتتعامل دايما بمشاعرها، بتقيس حياتها دايما بمشاعرها، وبيبقى ردود افعالها بتتحكم فيها مشاعرها. هي طول الوقت محتاجه حد يسمعها وحد يفهمها، محتاجه تفضفض يعني، وغالبا غالبا الحد ده ما بيبقاش موجود. عشان كده هي بيجي لها وقت كده بتبقى عندها كبت في مشاعرها، مش عارفه تعبر عنها، وده كمان بيخليها مضغوطه ومتوتره وعصبيه وحاجات تانية كتير. الست كمان ربنا خالقها مالتي تاسكينج، يعني تعرف تعمل حاجات كتيره في نفس الوقت. هتلاقيها بتطبخ وماسكه التليفون وبتذاكر لاولادها ومش عارفه بتعمل، وممكن تعمل حاجات تانية كتير. هو ربنا خالقها كده، عكس الراجل بيبقى احادي التفكير، بيعمل حاجه واحده بيركز فيها كويس جدا وبيطلع النتيجه. ممكن يكون ده كمان بيخليها برضو بتبقى مضغوطة. عايزين بقى نعرف الأسباب كلها، نتعامل معاها ازاي، وعايزين نعرف كمان الحلول. حسينا بضغط نعمل ايه بقى؟ الموضوع ده مهم جدا، عشان كده النهاردة ضيفتنا وضيفتكو اللي نورت الاستوديو ونورت قناة الصحة والجمال وبرنامج حلاوة روح، الأستاذة رنا جمال، اللايف كوتش وخبيرة العلاقات. هنعرف منها النهاردة الحلول والاسباب وكل حاجه عايزين تحبوا تعرفوها النهارده. منورانا يا استاذه رنا. ميرسي. شكرا. منوره البرنامج. شكرا. احنا بقى عايزين نعرف من الاول كده، قبل ما نقول الحلول، ليه الست بتبقى مضغوطه؟ هي احنا عارفين ان هي الست بتقوم بادوار كتير، هي بنت واخت وزوجه وحبيبه وام وصاحبه وحاجات كتير قوي. هي دي حقيقه مش هنعرف نهرب منها، يعني هي ده الادوار اللي بتقوم بيها. ازاي تعرف بقى تقوم بيها من غير ضغط؟ او هي بتبقى ليه بتبقى بتعمل ادوارها ومسؤولياتها وهي مضغوطه؟ الحقيقة إن الست كائن قوي جدا، ربنا خالقها تقدر تقوم بأدوار كتيرة جدا، وخالق جواها كواليفيكيشنز وحاجات كتيرة في تكوين مخها، هو ده اللي بيساعدها إن هي تقدر تقوم بكل الأدوار وعلى أكمل وجه. فهي طول الوقت عايزة تكون أم شاطرة، عايزة تكون زوجة شاطرة، عايزة تكون محققة أهدافها، عايزة تكون طموحة، عايزة تحقق كل الأدوار اللي موجودة في حياتها. ولو فكرت ان هي تتخلى عن دور واحد بتحس ان هي متضايقه، وان هي وان حياتها ضاعت، وان هي مش حاسه ان حياتها حلوه. صح. فالفكره انه ده تكوينها، ربنا خالقها كده، فهي طول الوقت حاسه ان هي بتجري، ولو وقفت جري هي بتتعب، تحس انه لا انا في فراغ حياتي حصل. بالظبط. انا حياتي لا، انا لازم افضل طول الوقت أم وزوجة ومحققة نفسي، وكمان ممكن أكون مهتمية بأبويا وأمي وبعمل أبحاث. هي دايما عايشة في حياتها في حاجات كتيرة جدا، وما تقدرش توقف ده، إن هو ربنا خلقها كده لأن ده تكوينها. الفكرة إنه لما تيجي هي بقى تروح ملخبطة كل ده في بعضه، أو تحس إن هي مش قادرة تقوم بكل الأدوار بالشكل اللي يرضيها، وده طبيعي بتهيألي، لأن هي بتعمل حاجات كتير قوي، تقدر تعملها كلها بجودة عالية وبدقة كويسة وتطلع نتيجة كويسة لو هي تعرف تركز في كل ده. الست تركيزها عالي جدا، واحنا حتى لو أخدنا بالنا انه من وهي طفلة البنت، احنا دايما بنقول انه لو عندنا طفل بنت وولد بيدرسوا مع بعض، فدايما تلاقي ان البنت بتحفظ أسرع، البنت بتذاكر اسرع، البنت اشطر من الولد، رغم ان هما بيبقوا في نفس السن، في نفس العمر، تركيزها اعلى، لكن هي تركيزها اعلى، لانه ربنا خالقها ام. فتكوين الام انها لازم تبقى في نفس الوقت تقدر تقوم بكل حاجه، عشان تكون مسؤوله عن الطفل الصغير اللي ما يعرفش اي حاجه غيرها. فمن ضمن صفات الام انها لازم تبقى بتركز في كل حاجه في نفس الوقت، وهو ده اللي بيخليها بقى قادره تحقق ادوار كتيره جدا في حياتها من غير ما تكون كلها. من غير ما تكون مرتبكه. بس هي الفكره انه في حاجات تانية بقى هي اللي ما بتعرفش
تتعامل معاها هي دي اللي بتحسسها بالضغوطات وان الحياه صعبه. طب هي يعني امتى تعرف ان هي بقى مضغوطه؟ يعني ان هي بتقوم بكل المسؤوليات والمهام دي او المسؤوليات بتاعت كل مهمه وكل دور، بس هي امتى تقول انا لا انا لازم اعمل ستوب، انا حاسه ان انا مضغوطه، انا مش عارفه اتعامل في اموري كويس وتمام وحاسه متضايقه؟ يعني ما هو الراجل برضو ليه مهام، يعني معلش ما هو الراجل برضو مسؤول عن بيته، بيخرج يروح شغله ولازم ان هو يصرف على البيت، واحيانا بيخرج مع اصحابه بالليل فهو عايش حياته، بس هو مش حاسس بالضغط ده. ايه الفرق؟ الفرق انه هي علشان لانها بتقول زي ما حضرتك قلتي في الاول ان هي مالتي تاسكينج، فهي طول الوقت تقدر تقوم بالادوار الكتيره دي، بس لانها عايزه تقوم بكل دور على اكمل وجه فكل ده بيتضغط في بعضه. الفكره بقى امتى تعرف ان هي فعلا مضغوطه؟ اول ما تحس ان طبيعتها اختلفت. يعني هي طبيعتها هاديه وصبوره ومستقره، ما هياش عصبيه، فجاه تلاقي نفسها عصبيه، طول الوقت بتتعصب، طول الوقت متنرفزه على الولاد، متنرفزه في الشغل، مش قادره تتعامل مع زوجها. والعكس صحيح، لو هي شخصيه بقى مرحه وبتحب تخرج وبتحب تقابل الناس، فجاه تلاقيها بقت مكتئبه مش عايزه تتكلم مع حد. كده دي كانت ورده مفتحه، ايه اللي جرى؟ هي نفسها بتبقى مش فاهمه هو انا فيا ايه، ايه اللي حصل. هنا النقطه بقى ان هي المفروض هي اول ما تحس باللقطه دي، ده مؤشر بقى، ده مؤشر ان هي لازم ستوب ريستارت. لازم اعمل ريستارت حالا. يعني زي الموبايل، تخيلي انت لو ماسكه موبايل وفاتحه فيه كل البرامج وكل الابلكيشنز. الله يكون في عوننا والله. بالظبط. ففعلا اول بس اول ما الموبايل بيهنج هو ما بيقدرش يكمل، هو فجاه يروح واقف. الست بقى المشكله اللي بتحصل هنا ان هي بتصر انها تكمل وهي مهنجه. كل الابلكيشنز مفتوحه، كل الافكار في دماغها، كل التاسك هي ما خدتش بالها انها مهنجه، هي شغاله الابلكيشنز كلها شغاله ومفتوحه، هي حاسه ان في عطل، في حاجه حصلت غلط، بس مش فاهمه في ايه. لا انا مكمله عشان ما ينفعش اقف، لازم افضل اكمل اكمل اكمل. المشكله بقى ان هي كل ما تكمل اكتر كل ما العطل بيزيد، كل ما الموضوع بيكبر، لحد ما ممكن يوصل معاها لامراض عضويه لو هي ما خدتش بالها من الاول. وده غالبا اللي بيحصل يعني. وده غالبا اللي بيحصل، صح. طب وايه الحل؟ يعني احنا مش هنعرف نهرب من مهامنا ومسؤولياتنا، كل الستات يعني باختلاف بقى ادوارهم في حياتهم، بس مش هنعرف نهرب، بس عايزين نعرف نتعامل بقى مع الضغوطات دي. الفكره الست زي ما حضرتك قلتي انه الست، طب ما هو الراجل بيعمل حاجات كتير. بس الفكره انه الست قوتها في مشاعرها، مشاعرها انه المشاعر دي هي اللي بتحركها ان هي يبقى عندها شغف ان كل التاسكات دي لازم تخلص وتبقى بيرفكت، تبقى مثاليه جدا. لانها عندها شغف ان هي تكون ام شاطره، عندها شغف ان هي تكون زوجه كويسه مع جوزها، عندها شغف ان تبقى طموحه، فمشاعرها بتديها قوه عايزه تخلص كل الحاجات دي. هي اللي بتبقى بتديلها الدفعه انها تعرف تنفذ ده. بالظبط. بس لاننا طول الوقت بنقول للست لا انت ضعيفه، لا انت عاطفيه وما ينفعش تمشي ورا مشاعرك، فالست تبتدي تعمل ايه؟ توقف المشاعر، تبقى سامعاها بس تكتمها، تركنها. اول ما بتعمل كده تبتدي بقى حالتها المزاجيه تتغير، يبتدي يظهر عليها الاعراض بتاعه الضغوطات. طيب يبقى ايه اول حل المفروض اعمله؟ ان انا اعبر عن مشاعري. اعبر عن مشاعري، لما احس حاجه اقول. بالظبط، اي حاجه احسها في ساعتها اقول، وما اركنهاش، ما اجلهاش، ما اقولش لا اصل دلوقتي المهم المهام اللي عندي او الادوار اللي عندي. لا، بس مش بنقول الاهتمام ما بيطلبش. يعني هي متضايقه ان جوزها مثلا مش بيجيب لها ورده كل يوم وصاحبتها وجوزها بيعمل كده، هل هي لما تطلب منه ده صح؟ ما احنا بنقول كده، احنا في موروثات كده، الاهتمام ما بيتلفش، انت لازم تبقي 100 راجل، انت قويه، لا ما تبينيش مشاعرك وضعفك وحاجات كده كتير، حاسه ان هي اصلا الاسباب بتاعه المشاكل. جمله بالذات الاهتمام ما بيطلبش دي انا دايما بنشبهها بانه الست دايما بنقول عليها ان هي عامله زي الموبايل اندرويد سامسونج، ده مخها، والراجل عامل زي الموبايل النوكيا ال 3310 القديم. حلو التشبيه ده. لا حلو.
حلو، قولي تاني يا دكتور. يعني احنا سامسونج واوبشنز كتيره والراجل نوكيا، والراجل مفيش اوبشنز خالص. وعلى فكره دي ده والله متحيزه للست، فانا سعيده قوي بالمثال ده. وده مش حاجه انا يعني مش بنعيب في الرجاله، بس ده تكوين ربنا ليهم، ده تكوين ربنا لمخهم. فالفكره بقى ان الست اللي هي الاندرويد بقى اللي كلها ابلكيشنز دي راحه تطلب من الراجل ال 3310 افهمني وحس بيا واحتويني من نفسك من غير ما انا اجي اقول لك يا ستي الاوبشن ده مش نازل عندي والله، السوفت وير ده مش عندي. فما بيقدرش، ما بيبقاش فاهم. طب انت مالك متضايقه؟ يعني ايه متضايقه؟ احنا دايما نقول مفيش معروفه عننا بالظبط. فلا طب يعني طب قولي هنا، بتبقي انت قاعده مستنيه هو يحس بيكي ويحس بمشاعرك، بس مفيش، هو مش هيعرف. فلازم انت تروحي تعبري عن مشاعرك وتعبري في جمل واضحه. يعني ما تروحيش تقولي انا متضايقه، لا روحي قولي انا محتاجه احتواء. يتعبر عن احتياجاتها بالظبط. انا محتاجه حد يسمعني. طب انا عندي مشكله، انا محتاجه الحل. لازم تتكلمي في جمل واضحه عشان يفهمها، يعرف يقراها بالظبط. ان هو تكوين مخه ان هو ما بيفهمش غير الحاجات المنطقيه العمليه الواضحه جدا. فاول حاجه لازم تبقى عارفه ان هي عشان تساعدها ان هي تتعامل مع الضغوطات دي، عبري عن مشاعرك بجمل واضحه عشان هو كمان يقدر يساعدك في انك تتغلبي على الضغوطات دي. تاني طيب قبل ما ناخد تاني حاجه معانا مداخله من ام مروان. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازاي ممكن اسال الدكتوره؟ اتفضلي معاكي. اتفضلي. انا بتكلم عن الحاجات اللي انتوا بتتكلموا عليها النهارده. اتفضلي حضرتك. انا معايا اربع اولاد، وانا كنت زي ما حضرتك بتقولي مرحه والكلام اللي انت بتقولي ده. ودلوقتي انا بص في حاله نفسيه ما يعرفش بقى الا ربنا، حاسه بضغط نفسي وحاسه باكتئاب وحاسه كذا مره ممكن افكر في الانتحار. لا 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 ارجوكي. والله العظيم بجد للعيال يعني طلباتهم كتيرة والبيت والمسؤولية والهم، وأنا بصراحة نفسي أفصل خالص زي ما الدكتورة قالت ومش عارفة. طيب يا أم مروان، هو كونك توصلي لدرجة اليأس دي وإن أنا بفكر في الانتحار، أعتقد إن أنت بقالك فترة حاسة بالضغط اللي بنتكلم فيه النهاردة ومعرفتيش الحل إيه. إحنا عشان كده عاملين حلقة النهاردة، يعني عايزين نقول لكم أيوة الحل إيه. ما أنا عايزة أعرف من حضرتك الحل إيه، لأن أنا دي 9 سنين متجوزة وأنا برضه شايلة مع جوزي المسؤولية، وأنا اللي بخطط وأنا اللي بدبر وأنا اللي بعمل، هو كل مهمته بس إن هو بس يصرف على البيت. صح. طيب استاذة رنا، يعني انا اعمل ايه عشان ارجع زي ما كنت في الاول؟ تابعينا استاذة رنا لسه كانت بتتكلم على الحلول. قبل مداخلتك معانا كانت بتقول ان انت تعبري اولا عن مشاعرك، ما تكتميش. لو انت متضايقه قولي، لو انت محتاجه حاجه قولي. وتابعينا بقى بقيه الحلقه ان شاء الله من استاذة رنا، هتعرفي كمان تعملي ايه تاني. بس دي اول حاجه صح؟ تمام. انا يعني بصي انا باخد الكلام بيدخل في قلبي كده، يعني كل الستات فعلا حاسه بالضغط ده. ما هي المشكله انه شوفي هي حتى قالت ايه، انا خلاص انا يئست. ما انت يئستي مشاعرك عم بقالها سنين عماله تخبط، اللي لسه كنت حضرتك بتقولي يعني عماله تخبط من جوه. يعني اسمعيني شوفيني، فخلاص انت بقى مش عايزه تسمعيني وتشوفيني، طب خلاص انا بقى هفضل اقصر عليكي يعني، وممكن اوصلك لانك يبقى عندك مرض. مش بس بقى في حالات بتوصل لامراض نفسيه، وفي حالات بتوصل لامراض عضويه. فليه بنسيب نفسنا مجرد ما بنسيب المشاعر ما نعبرش عنها ونسيبها تقعد تغلي جوانا كده؟ هو ده اللي بيوصلنا لكده، وهي هو الموضوع ابسط من البساطه. يعني اول حاجه تعبر عن مشاعرها وتقول احتياجاتها بالزبط. تعمل ستوب طالما هي حست بتغيير في حياتها، وان بالزبط. هي في حاجه بدات تحس انها مضايقاها فعلا، تقول ستوب يا جماعه انا محتاجه من ولادي كذا ومحتاجه من جوزي كذا. طيب بالزبط. تاني حاجه، تاني حاجه بقى بقى مصطلح مشهور الفتره دي شويه اسمه المي تايم. مي تايم، المي تايم هو الوقت بتاعي انا. بس الوقت بتاعي اللي بعمل فيه الحاجة اللي أنا بحبها، ودي قبل ما أعمل المي تايم لازم أبقى مكتشفاها أصلا. لازم أبقى مكتشفة نفسي، عارفة أنا بحب إيه وما بحبش إيه. طب إيه الحاجة اللي بتبسطني أنا؟ مهما طلبتي من جوزك ولادك مامتك باباكي إنه يعملوا حاجات يبسطوكي، عمرهم ما هيعرفوا طول ما أنت أصلا مش عارفة. يعني مثلا جوزك عارف إنك أنت بتحبي تخرجي، هيخرجك النهاردة، بترجعي من الخروج حاسه انه لا انا مش مبسوطه برضو، عشان انا دلوقتي انا عايزه اخرج لوحدي،
انا عايزه اقعد مع اصحابي، ده المي تايم بتاعي، ده الوقت الخاص بيا. طيب يا دكتور، من خلال علاقتك وشغلك ومجالك، بتقابلي ستات تقول لهم انت بتحبي ايه؟ تقول لك مش عارفه، انا بحب اكتر حاجه تساعدني اشوف ولادي كويسين. يعني برضو بترجع سعادتها للمجتمع والناس بالحاجات اللي حواليها، هي ما بتبقاش عارفه نفسها على فكره. بالظبط، هي مش مكتشفاها اصلا. هي عمرها ما قعدت، هي ممكن تقعد مع ولادها تحل لهم مشاكلهم، ممكن تقعد مع جوزها، لكن عمرها ما قعدت مع نفسها، عمرها ما شالت كده التراب اللي على نفسها وشافتها زي ما هي. مش في ناس تقول لك دي انانيه، افكر في نفسي، ايه ده اللي بتقوليه ده؟ ما هي المشكله في كده، انه احنا يعني احنا خلينا الستات، او فكره المجتمع عموما خلت الستات تبص انه لا، اهم انا دوري كله في الحياه اني اسعد الاشخاص التانيين اللي عايشين في حياتي، وده سعادتي، ودي سعادتي. مش صح يعني. انا فهمتها كده امهاتنا زمان، وفهموا بقى ولادهم، والموضوع بقى ماشي بالوراثه، انه لا، الام سعادتها ان ابنها يبقى كويس وشاطر وواكل والدنيا تمام وزي الفل. طب وانتي فين؟ لا انا مش موجوده، انا لو فكرت في نفسي هبقى انانيه. ازاي هو اصلا مش هيقدر يكمل طول ما انتي مش شايفه نفسك؟ واكبر دليل زي ما ام مروان بتقول، انه هي خلاص، هي شويه بشويه هتبتدي تحس ان هي خلاص مش عايزه تديهم حاجه، هي مش قادره تهتم بيهم، ولا تهتم، وبتبقى مش عارفه ليه. بالزبط. يعني هي تبقى فقدت القدره على العطاء بقى اللي كانت متعوده عليه، بس هي مش عارفه في ايه، مش فاهمه في ايه. ما هو ده مؤشر يا ستي، طب اقعدي مع نفسك شوفي في ايه، زي ما بتقعدي مع اولادك وجوزك واصحابك ومامتك، اقعدي مع نفسك. بالظبط. طيب احنا برضو معانا مداخله تانيه النهارده. أوكي. من اينا. اينا صح الاسم؟ صح، فقدنا الاتصال، نكمل كلامنا. تمام. طيب الست بقى في الحاله دي تعمل ايه؟ لما تبقى خلاص قعدنا مع نفسنا، عرفنا، اكتشفنا نفسنا، والموضوع على فكره مش محتاج دكتور، او مش يعني بيبقى ابسط بسيط. افتكري نفسك زمان انت بتحبي ايه، كان نفسك تكتب بقى ولا تنصحيها باصل؟ فعلا انا بشوف ناس كتير تقول انا ما بعرفش انا بحب ايه. انا كنت واحده منهم على فكره، يعني كنت قبل كده بقرا كتاب، فكان في الكتاب ده صفحه اكتبي الحاجات اللي بتحبيها. انا لاول وهله كده انا بقيت ايه اللي بقى إيه اللي انا بحبه، الاقيني دايما بفكر في اللي حوالي، بحب لما يبقى ولادي مش عارفه ايه، لما يبقى جوزي، او لما يبقى مامتي، انا فين. فليه اول قاعده مع نفسك دي بتبقى صعبه شويه؟ هي طبعا بتبقى صعبه وما بتجيش من اول مره، وفي ناس بتعرف تعملها، وفي ناس بتحتاج لحد يساعدها. يمكن هو ده بيبقى دورنا احنا ككوتشز وكمستشارين على علاقات، انه احنا بنقعد مع يعني بنقعد مع الست، نحاول مع بعض نفهم، طب انت كنت بتحبي ايه؟ طب شكل الحياه اللي كان نفسك فيها عامله ازاي؟ تبتدي كده كانك بتوريها الطريق اللي هي مش عارفه تشوف الدنيا مزغلله قدامها. بالظبط. بنبتدي نبحث جواها، لما نبتدي نطلع كل الحاجات بقى اللي هي بتحبها، او اللي هي كانت شاطره فيها، او اللي هي نفسها تبقى هتقدر تتعرف تبقى فيها، او نفسها تحققها، هتعرف تتعرف، هتقدر تتعرف على نفسها. طيب الاتصال رجع تاني، معلش بقى يا دكتور. الو الو، ايوه اينا، احنا بنقول الاسم صح ولا ايه؟ اه دينا. ايه الاسم ده الجميل ده، معناه ايه؟ ربنا يخليكي. لينا. لينا، اه انا سمعت اينا، قلت اينا ازاي؟ لينا. تمام كده. عامله ايه استاذه رنا؟ معاكي لو عندك اي سؤال. او لو كنت بس انا دلوقتي عندي مشاكل وضغوط مع جوزي. تمام. اوكي، سامعاني؟ اه سامعاكي، اتفضلي. او ف يعني ما بفتكرلوش اي حاجه حلوه، كل اللي بيجي في دماغي بيقول. الو الو، اتفضلي. طيب دلوقتي انا اعصابي بتوجعني، يعني اعصابي على طول وجعاني، ما بفكرش في المشاكل بس، يعني جوزي تعبني اعصابي وما بفتكرش ليه الا الحاجه الوحشه. انا مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اعيش، مش عارفه تقولي لها ايه. لا، في حاجات بتبقى خلاص يا استاذه لينا، اسمعينا تابعينا وهتلاقي رد دلوقتي من استاذه رامي. الحقيقة انه من كتر ما المشاكل بقت كتيرة جدا، ومن كتر ما الستات بقوا مهملين بجد في نفسهم، مش مهملين في نفسهم يعني مهملين في جمالهم، لا، انتي ناسية الشخص اللي قاعد جوه ده خالص، مهملين في احتياجاته. بالظبط. يعني من كتر بقى ما السنين بقت بتمر وانا ناسية الشخص اللي انا المفروض اهتم بيه، المشاكل بقت كبيرة جدا.
فبقى صعب انه حد يجي لي من اول مره ويقول لي حلي لي المشكله، لا احنا لازم نقعد مع بعض كذا مره عشان اصلا انت تبتدي تفهم مين انت، مين، طب انت محتاج ايه. هي المشكله ان انت... يعني بيجي لحضرتك في المراحل المتقدمه والمتاخره اللي هي بالظبط كل حاجه باظت مش حاجه واحده بس، بالظبط، وبتقول لك عن المشكله ان هي اللي هي حصيله مشاكل تانية كتير جدا ما حليناهاش اصلا. لا والفكره انه حتى هي دلوقتي بتقول ايه، انا مش شايفه جوزي وجوزي مضايقني. على فكره لما بنقعد ونتكلم ما بتطلعش ان هي دي مشكله اصلا، تطلع ان المشكله ان هي اصلا مش مقدره نفسها، مش شايفه نفسها. يعني هي الفكره كلها في تقدير النفس وحب الذات ونعرف احتياجاتها ايه. لما هنعرف ده هننجح في بقيه الادوار. اكتشف نفسي لو يعني اكتشف نفسي وبعرفه نفسي انا مين وازاي اقدر اساعد نفسي. طبعا احنا الكلام محتاج حلقات كتير للاسف. احنا يعني احنا بس شفنا مثالين النهارده اللي عملوا معانا مداخلات، بس في زيهم ألوفات وملايين من الستات اللي حاسة نفس المشاعر بالضغط دي ومش عارفة تتعامل معاها. فطبعا الموضوع كبير وشيق جدا وفي حاجات كتير قوي عايزين نتكلم عنها. توعدينا ان شاء الله بحلقة تانية بقى. ان شاء الله بإذن الله. احنا عايزين نختم النهاردة بأهم حاجة انا شخصيا استفدت منها جدا من الحلقة، هو المي تايم ده، اللي هو انت تشوفي انت مين. اقعدي النهاردة تعرفي على نفسك واكتبي انا بحب ايه او كنت بحب ايه، ايه اللي يبسطني وايه اللي يساعدني، وركزي قوي على الحاجات دي. لو ركزتي واسعدتي نفسك هتعرفي تسعدي كل اللي حواليكي، ولو نجحتي في ده هتنجحي في حاجات تانية كتير قوي في حياتك وفي ادوارك. اسيبك النهارده على خير، واشوفك المره الجايه والحلقه الجايه تكوني اتعرفتي على نفسك وتكوني احلى واجمل. اشوفكوا على خير، باي باي.